كما اكتشفت اليوم هو مشروع ترميم المدرسة هذه في أبو سالم، مدرسة تضم تقريبا 650 تلميذ. الزيارة قام بها السيد الوزير من حوالي 3 شهور، كانت اكتشف أنه كانت في حالة رثة، في حالة تقريبا تفتقد لكل الشروط السانتي، في شروط التعليم. المشروع بنيناه مع بشراكة مع وزارة التربية لترميم المؤسسة الابتدائية هذه. شفتوا المشاريع الصيانة، ضمت المطبخ، ضمت المبيت، الحائط الخارجي، الجردة، ترميم حتى بعض القاعات كما القاعة الإعلامية هذه اللي شفتوها. مشروع كان يجم يكون في 6 شهور، لكن توفرت الظروف والفولونتي كما نقولوا نتاع الناس الكل، مش وصلنا حقنا تقريبا في شهرين ونص، وممكن نهاية ديسمبر هذا نكملوا الترميم. المبلغ الجملي اللي تم ترصيده حوالي 500,000 دينار، و85% تقريبا تم تنفيذه، وهذا داخل في المؤسسة المجتمعية نتاع مجمع الوكيل. نعاود نرجعوا للمجتمع اللي خذيناه منه ومساهمة منا لخلق جيل جديد، خلق جيل جديد اللي يقدر قيمة التعليم وينمي حبه الوطن نتاعه عن طريق توفير الظروف طيبة اللي تخليه من صغره ومن صغر سنه يهتم بالتعليم، يهتم بالثقافة، يهتم بحبه لبلاده. ومشروع الديمقراطية يبدأ من غادي، مشروع الديمقراطية جديد نحكي عليه اللي يوصل ل 50 و60 سنه ما عادش يحفظ الديمقراطيه، الديمقراطيه تحفظ تو في الجيل الجديد هذا اللي نبناوه، اما تبنيه بمراحل، تبنيه في ظروف طيبه تخلي الطفل يحب التعليم، يقبل التعليم، ما يبعدش عليه وما يفرقش المدرسه في سن صغير. فما ان شاء الله باذن الله احنا اليوم بالتعاون مع وزاره التربيه مش يقدمونا قائمه بالاولويات بالمدارس اللي محتاجه تدخل عاجل، واللي الدولة ما أرصدت ليش ميزانية اللي بقيت السنة هذه، ولكن التدخل ضروري. وهنا وين احنا المدارس الابتدائية تو الوقت الحالي لا، التركيز كله على الوطن على الشمال الغربي، تو أبو سالم، جندوبة، الكاف، القصرين، هذم الولايات اللي احنا مركزين عليهم نظرا لظروف التضاريس وظروف صعوبة الطقس، بحيث التدخل هنا يكون أسرع من المناطق الأخرى. والله احنا اذا كان نحقوا 5 مدارس 6 مدارس كيما بالكبر هذا بالحجم هذا في العام يكون هدف مقبول ومقدور عليه. تو 2016 اذا كان دولة عندها وكما قلنا قائمة في الأولويات وتدخل، ممكن هوني لجوان 2016 نجموا نحقوا 5 مشاريع أخرى من الشكل هذا يا حبذا. البيجي ما نجمش نقول لك عليه لهنا، لانه زاد عندنا برنامج تنميه المراكز الثقافيه وعاء ولا اعاده الصيانه نتاعهم ولا تهيئتهم من حيث المعدات، وعندنا بعض المراكز الرياضيه اللي ممكن زاد في بعض المناطق تفتقر الى مراكز رياضيه، ماذا بينا نحقوا مراكز رياضيه. وهذا التصور نتاعنا ككل، معناها التلامذة هذوما مش كان التربيه فقط، لازم التعليم، الترفيه، ولازم لوكيوباسيون، لازم نلهيوهم في اوقات الفراغ نتاعهم بانشطه اللي بعدوهم عن على القهاوي وعلى الافكار اللي ممكن تلزم في اتجاه اخر.